محامي سليمان جبوري. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين الكرام، أحييكم من قناة الحقائق بالوثائق وأقدم لكم حلقة جديدة من الذاكرة الزاخرة بالقصص والروايات والأحداث عن المحكمة الجنائية العراقية العليا من حلة وما رافقها من أحداث وما وجدناه في الملفات وإفادات المتهمين والمشتكين والشهود. حلقة هذا اليوم تتعلق بالأستاذ سمير عبد العزيز النجم، عضو قيادة قطر العراق لحزب البعث العربي الاشتراكي. سأوجز نبذة مختصرة عن سيرته الذاتية الحزبية والوظيفية. الرجل من مواليد 1937 وحاليا يعني تجاوز 84 من العمر، وهو يقبع في سجن الحوت بالناصرية للحكم عليه 15 سنة. طبعا الرجل انتمى إلى حزب البعث منذ بداية الخمسينيات من القرن العشرين، شارك في اغتيال عبد الكريم، محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم، وأصيب بجروح وتم القبض عليه ثم أعفي عنه من قبل عبد الكريم قاسم. عمل سفيرا في مصر، طبعا كان هو بال 68 حتى عام 71 مدير عام مكتب الشؤون العربية التابع لمجلس قادة الثورة. من عام 72 حتى عام 77 سفير في مصر. من 77 حتى عام 79 كان سفير في تركيا. عام 79 نقل من وزارة الخارجية إلى وزارة الري وعين رئيسا للملاحظين، ثم أحيل إلى التقاعد بعد فترة. عام 82 عين رئيس مؤسسة الطيران المدني، وإضافة إلى مدير الخطوط الجوية العراقية ومعهد الطيران ومسؤول عن كافة المطارات العراقية. عام 84 عين رئيسا لشعبة رعاية المصالح العراقية في القاهرة، واستمر حتى عام 88 حيث أعيدت العلاقات مع مصر وعين سفيرا فيها، ثم عاد بناء على طلبه إلى العراق وعين في مكتب الممرات الشعبية التابع لمجلس قادة الثورة. هذا كان 89-92. ثم عين وكيل رئيس ديوان الرئاسة من عام 92 حتى عام 95. عام 93 طبعا أعيد إلى الحزب وعين نائب لأمين سر المكتب العسكري. عام 95 أعيد انتخابه عضوا في قيادة قطر العراق حتى عام 2001 مسؤول مكتب تنظيمات ديالى، ثم مسؤول 2002 مسؤول مكتب تنظيمات بغداد الرصافة. عام 2003 قبل الحرب بشهرين، قبل الغزو والاحتلال بشهرين، عين وزيرا للنفط وكالة بدلا عن عامر رشيد العبيدي وزير النفط الأسبق. ثم نقل قبل الحرب 20 يوم إلى الموصل واستلم مسؤولية مكتب تنظيمات الحزب هناك. الموضوع اللي راح أتحدث عنه بخصوص هذا الرجل ومعروف بتاريخه الوظيفي والحزبي والنضالي
موقفه في الأسر، موقفه أثناء الاحتلال. الرجل تم يعني أسره بوشاية من قبل أشخاص موجودين في الموصل معروفين من عشائر يعني عربية، أوصلوا الخبر إلى الأكراد، والأكراد ألقوا القبض عليه وسلموه للقوات الأمريكية. طبعا عنده هو أصلا من أهل منطقة يعني من عشيرة العزة، من يعني الأهل العظمية، أصلا من مدينة عانة، والده كان موظف رئيس ملاحظين. لديه من الأخوة والأشقاء أربعة: طارق وحسام وفاروق ورياض. لديه من الأبناء عمر، توفيت زوجته الرجل وهو في الاعتقال. هذا الرجل حاولوا مساومته يعني وإلحاح عليه عدة مرات من قبل الادعاء العام في المحكمة وقضاة التحقيق في المحكمة الجنائية العراقية العليا المنحلة، لكنه لم يرضخ ولم يستسلم، وتصدى للقاضي وللمدعي العام ورفض الإغراءات الترغيب، وقاوم الترهيب والتهديد الذي يعني هددوه به. وفي في في عام 2005 يعني 22/8/2005 تم استدعاءه تحقيق معه، وقالوا له أنك أنت شاهد، فرفض أن يقبل الشهادة ولم يوقع أيضا على الإفادة. في وقتها كان معه المحامي الزميل المرحوم خميس العبيدي. وفي 26/4/2006 يعني بعد عدة أشهر قاموا بإعادة الكرة عليه لكي يشهد ضد الرئيس وضد رفاقه، لكنه أيضا رفض. المحكمة أفهمته يعني بالمرتين عام 2005 و2006 أنك أنت شاهد في هذه القضية، فقال من أنه أنا أمتنع عن الشهادة، وبين لهم الأسباب أنه يعني هذا من الصعب أنا نفسيا واجتماعيا وأخلاقيا وأدبيا أن أشهد على أشخاص زين عملوا معي ورافقوني في مسيرة حياتي، وليس من الأدب والأخلاق والأصول أن أشهد ضد رفاقي. فهددوه أنه قالوا له المادة 59 من قانون العقوبات أنه توضع عقوبة على كل من يمتنع بغير عذر قانوني أو بغير عذر مشروع عن حلف اليمين بأن يقر بالحقيقة، خاصة إذا يطلب منه قاضي التحقيق. احنا نعرف في قضية الدجيل جاءوا شهود إثبات ضد الرئيس، لكن عندنا دخلوا قاعة المحكمة غيروا أقوالهم وإفاداتهم، ولربما تم التغرير بهم وحاولوا الإيقاع بهم، وهناك من جاء من تلقاء نفسه من خلال إفادته التي مثبت فيها ما تحدث به وما كتبه بخط يده معروفين. أيضا في قضية الأنفال هناك من جاء شاهد إثبات ضد الرئيس وبقية المتهمين، وفي قضية حلبشة، وفي قضية أحداث عام 91، وفي قضية تشفيف الأهوار، وفي قضية إعدام التجار. واضح يعني من خلال تدقيق الملف وجود شهود ضد زملائهم. أنا بالنسبة لي راح أنقل تباعا كل ما يعني تقع عيوني عليه وأضعه أمامكم، هؤلاء الشهود الذين جاءوا ضد زملائهم، ضد رفاقهم، ضد
أخوانهم. على العكس من الأستاذ سمير عبد العزيز النجم الذي يعني من خلال إفادته شهادته الذي تثبت يعني وثيقة وإن شاء الله نعرضها عليكم عدم موافقته ورفضه القاطع للشهادة، وتهددوا تهديد يعني عدة مرات يعيدون عليه أن امتناعك عن أداء اليمين أو أداء الشهادة قد يعرضك للعقوبة، فهل أنت مستعد لتحمل مسؤولية ذلك؟ رجع أكد عليهم قال لهم كما ذكرت امتنع عن الشهادة وأداء اليمين ومستعد لتحمل كافة المسؤوليات القانونية. هذا موقف يعني مشرف يسجل للرجل، هناك ما هو أبيض وهناك ما هو أسود، هناك ما هو شجاع وهناك من هو جبان، هناك من هم صامدون وهناك من هم متخاذلون. نحن نقول أنه كل نفس بما كسبت رهينة، كل إنسان مسؤول عن أفعاله وعن سلوكه وعن تصرفاته، وهذا الفعل ما يؤثر ولا ينعكس على مجموعة سواء في حزب أو في مسير الدولة. الرجل سمير عبد العزيز النجم لكي يحافظ على تاريخه الشخصي والوظيفي والحزبي والأخلاقي والديني والعشائري والأسري وقف هذا الموقف المشرف. أنا حقيقة أسجل له كل التقدير والاحترام والإعجاب، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج عليه من كربته. يعني الشيء الغريب أن هذا الرجل منذ عام 2003، بداية عام 2003 هو أسير ثم أحيل إلى المحاكم العراقية وتم محاكمته وحكم عليه بالسجن 15 عاما. طيب الآن الرجل يعني ناهز 84 من العمر، يعني كهل، يعني شيخوخة ويرافقها أمراض، يعني أين إنسانية هذا النظام؟ أين إنسانية هذا؟ أين إنسانية الأمريكان وديمقراطيتهم ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومنظمة العفو الدولية والصليب الأحمر؟ يعني هؤلاء الناس بهذه الأعمار يعني ما عندكم إحساس، ما عندكم يعني ذرة من الإنسانية لكي تعملوا على الإطلاق سراح هؤلاء الناس. يعني إيش بقى من عمرهم؟ لم يبقى من عمر إلا القليل، يعني الأعمار بيد الله. أنا أناشد المنظمات الإنسانية ولو أنه لا حياة لمن تنادي، وكل أصحاب الضمير في العالم، طبعا الحكومة هذه لا يعول عليها والنظام برمته لا يعول عليه، لأنه هذا نظام في عقلية الثار والانتقام، وجاء ليدمر البلد، يدمر العراق ويدمر شعبه، ويعمل على قتل هؤلاء الناس قتلا مطيئا، يموتون موتا مطيئا كما توفي كثيرين قبلهم في السجون. وناشد المنظمات الدولية بالعمل على إطلاق سراح هؤلاء الشيوخ المحكومين، أو على الأقل زيارتهم ومتابعة شؤونهم وأحوالهم وأوضاعهم الإنسانية وظروفهم وما يعانون منه. يعني الظروف اللي يعيشوها حقيقة هؤلاء المحكومين من رجال النظام الوطني يعني ظروف مأساوية وصعبة، وكل ما كنا نريد نتحدث عن وضعهم تتصلنا رسائل من عوائلهم بأنه لا تتحدثون عبر وسائل الإعلام لأن هذا ينعكس عليهم، حيث تقوم إدارة السجن بمعاقبتهم وتعذيبهم ومحاولة إذلالهم وكسر كبرياءهم، فيتحاشون إيصال
أصواتهم ومعاناتهم إلى الرأي العام. والمواجهات يعني كل شهرين وبصعوبة بالغة ولا تستغرق ربع ساعة، ومن وراء سياج والسياج عدة أسجة يعني بين المحكوم وبين عائلته، كانت تكون زوجته يعني، حتى الرجال ما مسموح لهم بالزيارات، ويأتون بالمحكوم مقيد من الأيدي ومن اليدين والرجلين وبالملابس ملابس السجن البرتقالية، ملابس المجرمين. وهؤلاء الناس خدموا العراق خدمة عظيمة، وآثارهم لا زالت باقية لحد هذا اليوم، يحسها ويعيشها ويلمسها العراقيين. أطلال لا زالت باقية ويتحدث بها العراقيون، ويقارنون ما تم إنجازه في ظل النظام الوطني وما أنجز في ظل نظام الاحتلال من عام 2003 ولحد الآن. أشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محامي سليمان جبوري.